هذا الحفل إخواننا الكرام يقام برعاية شركة عمران تيرك، هذه الشركة التي هي أنموذج عن العلاقة الكويتية التركية، أنموذج عن هذه العلاقة الجيدة المتطورة خاصة بالشق الاقتصادي والاستثماري. أدعو الأستاذ راعي الحفل ممثل شركة عمران تيرك وأحد الشركاء في هذه الشركة، الأخ الكريم والعزيز والصديق العزيز الأستاذ حمد العلي، ليشرح لنا أكثر عن هذه الشركة وكيف هي فعلا اليوم نقطة إيجابية بين تركيا وبين الكويت. فأهلا وسهلا بي، فليتفضل. مشكور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس إدارة عمران تيرك، نرحب بالأخوة الضيوف كل باسمه سعادة سفيرة الجمهورية التركية السيدة عائشة هلال كتاك، الأستاذ الدكتور ياسين أخطاي، الدكتور علي السند، الدكتور جاسم الجزاع، الحضور الكريم كل بصفته ولقبه، الأخوة والأخوات الحضور، كم نحن سعداء بالمشاركة كرعاة لهذه الفعالية القيمة، حيث أننا في شركة عمران تيرك حريصون كل الحرص على رعاية مثل هذه الملتقيات التي تساهم في نشر الثقافة داخل المجتمعات، إيمانا منا بأنه كلما زادت الثقافة في المجتمعات زاد الوعي والأمان. فشركة عمران تيرك منذ انطلاقتها كشركة عقارية تهتم في مجال البناء والتطوير في الجمهورية التركية وبالأخص في ولاية يلوى، حيث أصبحت علامة فارقة بين الشركات العقارية من خلال مشاريعها المميزة التي تحرص على تقديم خدمة متميزة تناسب جميع الأذواق. وقد أخذت على عاتقها المسؤولية المجتمعية من خلال مشاركتها في جميع الفعاليات المجتمعية التي تخدم الوطن والمواطن، فحملت شعار نجاحنا في تحقيق حلم مجتمعنا. وحتى يتحقق هذا الحلم أصبحت عائلة عمران تيرك تضم التركي وتضم العربي وتضم الخليجي، وبفضل من الله سبحانه وتعالى ومن خلال هذا المزيج المتآلف استطعنا أن نحظى بثقة عملائنا وأصبحنا ما أصبحنا عليه ولله الحمد. فنحن مستمرون بإذن الله تعالى في هذا التميز وهذا العطاء. ختاما نسأل الله تعالى للأستاذ الدكتور ياسين أخطاي أن يفتح عليه ويوفقه في هذه المؤلفات وأن ينفع بها البلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد العلي الذي يشرف على هذه ويراعي هذه الحفلة، أشكر إليكم هذه المبادرة الطيبة بمد جسور التواصل الثقافي والمشاركة في تدعيم أواصر المودة والتكامل بين شعوبنا الإسلامية التي يجمعها دين واحد وتاريخ ضارب بجذوره عبر الزمن، ومصير مشترك هو قدرنا المحتوم. وفي الحقيقة المثقف الحقيقي ليس الذي ينظر ثم يترك كتابه على الرف، وليس الذي ينظر بأفكار تجريدية، وإنما هناك علاقة تفاعلية بين المثقف وبين المجتمع. ببساطة على الدكتور في كتابه التغير السياسي والتغير الاجتماعي في تركيا، لعله يطرح قضية جوهرية صراحة. عندنا في علم الإدارة إشكالية كبيرة. في علم الإدارة هناك شيء يسمى إدارة التغيير. ما المقصود كلمة إدارة التغيير؟ أكثر ما تواجهه المنظمات والشركات والدول والأفراد هو ثورات التغيير الحاصلة أمام هذه المنظمات. كتابي الذي يتحدث عن الإسلام في تركيا بين التراث والحداثة، أو التغير الاجتماعي والسياسي والثقافي في تركيا، هاتان الكتابان يعني يتحدث عن ماذا تغير لا سيما في الأواخر 20 سنة، ولكن ما حصل في 20 سنة طبعا له جسور فيما سبق، يعني ليس
كل شيء حصل في يوم واحد أو بعد قبل 20 سنة له جسور ثقافي، له جسور تاريخي. والآن ما نرى ما يكون لكم شيء معجب ما تروا في تركيا أصبح شيء نوع من النموذج، فيه كثير من الأبعاد الذي الحمد لله نفتخر به كمسلمون. عندما نقرأ سيرة ضيفنا دكتور ياسين أقطاي نجد بأنه سياسي متمرس، مارس العمل السياسي الميداني باعتباره عضوا في البرلمان أظن في دورتين، ومارس العمل الحزبي أيضا باعتباره تولى مناصب عدة في حزب العدالة والتنمية، وقريب من دوائر القرار السياسي، ومع ذلك مارس العمل الفكري والثقافي. هذا النموذج بهذه الطريقة تحديدا هو من النادر جدا في العالم العربي. من هذا المنطلق ليس من المستغرب أن يتناول دكتور ياسي في كتاب كامل سيد قطب مثلا بين غلو مادحيه وظلم ناقديه، أحد الكتب التي كتبها، باعتبار أن سيد قطب يمثل هذا النموذج، النموذج الذي طرح أفكارا بغض النظر عن هذه الأفكار، وفي نفس الوقت عمل في المجتمع من خلال الجماعة أو من خلال حتى ترأسه يعني عدد من الصحف. انفكاك لنا عن تاريخ الترك، ولا انفكاك لنا عن تاريخ الفرس، ولا انفكاك لنا عن تاريخ الهند، وكذلك الحواضر الإسلامية القديمة. فهذا باختصار لعلي ما قلت لعلي ما يجول في خاطري حول قراءة كتاب التغير السياسي، وادعوكم لقراءة هذا الكتاب والكثير من كتب الدكتور. بارك الله. سعدت اليوم بالمشاركة في هذا المحفل الثقافي والفكري والذي أقامته شركة عمران ترك برعايتها. كان اللقاء جميل جدا، يجمع ما بين الاقتصاد وما بين الفكر. في النهاية أنا اطلعت على يعني مشاريع عمران ترك، مشاريع جميلة جدا، وهي جزء من تعزيز العلاقات التركية الخليجية والتركية الكويتية أيضا. أتمنى لها المزيد من التقدم والمزيد من هذه العلاقات الوثيقة، وشكرا. وهذه الرعاية أتت من شركة عمران ترك. شركة عمران ترك هي شركة عقارية تركية كويتية مهتمة بهذه المشاريع، وإن دل هذا الشيء على رعاية شركة عقارية لمشاريع فكرية ثقافية يعتبر نوع من نوع التميز، ومن نوع من نوع المسؤولية، تفعيل المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركة، ويعتبر هذا أمر فعال لهذه الشركة. ونسأل الله عز وجل أن يديم هذه الشركة على هذه الأنشطة، وأن تدوم هذه الأنشطة الثقافية وكثير من الفعاليات بإذن الله تبارك وتعالى. شركة عمران ترك وعلى رأسهم الأستاذ عبد العزيز الكاشف رئيس مجلس الإدارة والأستاذ حمد العلي على رعايتهم لهذا الحفل الكريم.